السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما زلنا متواصلين معكم والتوحيد عند الشيعة، وما زال لقاؤنا مستمرا مع ضيفي الكريم الدكتور ياسر مرزوق، أستاذ الحديث والعقيدة. أهلا بك دكتور ياسر. أهلا بك أستاذ محمد، شرفنا بكم، الله يكرمك. شرفك الله بالجنة. الله يكرمك. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أن الشيعة يأخذون بشرا وسيلة بينهم وبين رب العباد جل وعلا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، صلى الله عليه وسلم. كنا انتهينا إلى أن الولاية عند هؤلاء هي أصل قبول الأعمال، وتفضلت وقلت أن هؤلاء يتخذون عبدا بشرا وسيلة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. الحقيقة لما كنا بننقل كلامهم المكتوب في كتبهم في أن الولاية هي أصل قبول الأعمال، أنا وجدت شيئا عجيبا بعدما انتهينا من الحلقة. حتى وجدت أن هناك من أصل لهذا الكلام في حوالي 71 رواية مسندة. أنت حضرتك كنت سألت سؤالا، قلت ولكن هذا الكلام الذي يؤلفونه يضعون له أصولا، ودي كانت حاجة عجيبة جدا. وأنا يعني باعتباري متخصص في علم الحديث، يعني عندما أنظر إلى هذه الأصول أتعجب جدا، أقول يعني كيف تعب هؤلاء ووضعوا كل هذه الأصول يؤصلون بها لهذا الباطل. 71 رواية مسندة تؤكد على أن الولاية هي أصل قبول الأعمال. طيب، ولما ينتقلون إلى هذا الجانب الشركي الآخر الذي يطعنون به في توحيد الألوهية الذي أمر الله عز وجل به، ويجعلون أن هذا الولي واسطة بين العبد وبين ربه، تجد أيضا يعني من كتبهم عند المجلسي حوالي 253 رواية مسندة تؤكد على هذا الكلام، باعتبار يعني اكذب كما تفضلت وقلت حتى يصدقك الناس، أو باعتبار يعني ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، كل شوية يقول لك كلمة 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 لحد ما خلاص الناس أصبحت تصدق هذا الكذب. يعني اسمع إلى كلام مثلا المجلسي في كتاب بحار الأنوار، يقول وعقد بابا، يعني ده عنوان الباب، تحت بقى الباب ده حوالي 20 رواية بس تحت هذا الباب، يقول بابه أن الناس لا يهتدون إلا بهم، الناس لا تهتدي إلا بالأئمة، مع أن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. ده الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يقولوا لا، الكلام ده غير صحيح، لا تتم الولاية، لا يتم الهدى إلا بهؤلاء الأئمة، وأنه الوسائل بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى، وأنه لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة إلا من عرفهم، لا تدخل الجنة إلا بهم، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم. يعني باختصار يقولون أن هؤلاء طبعا يعني أهل الإسلام يقرون أنه لا بد من وسيلة ومن واسطة بين العباد وبين الله في نقل الشرع. كلام واضح. نعم. واسطة في نقل الشرع، يعني نحن عباد، نحن لا نتلقى من الله تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وأوصلنا. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا هذا الوحي، وحي يوحى إليه ليس من عند نفسه، ولكن ينقله لنا عن الله تبارك وتعالى، والواسطة بين النبي وبين الله تبارك وتعالى هو جبريل. يبقى إذن المسلمون يقرون بالواسطة لكن في نقل الشرع فقط. هؤلاء يقولون لابد من هذه الواسطة حتى في العبادة وحتى في الدعاء وحتى في الهداية وحتى في دخول الجنات، ودي نقطة اللبس. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول من مجموع الفتاوى صفحة 121 لما طرح عليه هذا الكلام، ودي طبعا كانت إشكالية كبيرة، يعني يقال له كيف لا تقرون بالواسطة وأنتم تقولون إن جبريل هو الواسطة بين محمد وبين الله تبارك وتعالى، ومحمد هو الواسطة بين العباد وبين جبريل، أو بين العباد وبين الله تبارك وتعالى، باعتبار أن جبريل يعني ينقل وحيا. فأجاب شيخ الإسلام قال على الناس
أو ما معناه. قال على الناس أن يفرقون في الواسطة بين نقل الشرع وفي وبين العبادة، الواسطة في نقل الشرع والواسطة في العبادة، هو ده اللبس اللي بيحصل عند عامة الناس. ونفس الخلاف في نقطة إن هو إلا وحي يوحى، أي إن هو إلا وحي ومع يوحى. ذلك في أمور أخرى قال أنتم أدرى بأموري بدنياكم. نعم. لماذا؟ لأنه في شأن العبادات وحي يوحى، لكن في أمور الدنيا أنتم أدرى بأمور دنياكم. خلاص لا واسطة، أنتم تصرفوا أيها العباد. الذي قال أنتم أدرى بأمور دنياكم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن إحنا مش عايزين يحصل لبس بين إيه، مسائل الواسطة في نقل الشرع والواسطة في التعبد والعبادة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. يدلل على ما تفضلت به الآن. نعم. المعمم الشيعي الشيرازي. نعم. يقول أهل البيت هم الواسطة في خلق الكون. اتفقت كلمة المسلمين بشتى طوائفهم واختلافاتهم الكثيرة في هذه النقطة، اتفقت كلمتهم أن الملائكة هي الواسطة في خلق الخلق. الأشياء كلها خلقتها الملائكة. الله سبحانه وتعالى أعطى ثلاثة أشياء للملائكة، أعطاهم العلم والحكمة والقدرة على خلق الأشياء، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا الأشياء بعلم من الله، بحكمة من الله سبحانه وتعالى، بقدرة من الله عز وجل. الجنين من الذي يخلقه؟ لاحظوا، اتفقت كلمة المسلمين بشتى طوائفهم بمختلف طوائفهم، الجنين يخلقه ملائكة بأمر من الله، بقدرة من الله، بعلم من الله، بحكمة من الله، علم وحكمة وقدرة، ثم الله عز وجل أمره. الحيوانات من الذي يسيرهم؟ الملائكة. هذه المخلوقات الأشجار من الذي ينبتها؟ ملائكة. المطر من الذي يخلقه؟ ملائكة. الجنة من الذي خلقها؟ الملائكة. روايات كثيرة في كتب المسلمين جميعا، الملائكة خلقت هذا الخلق بأمر من الله عز وجل. هذا شرك؟ لا، بأمر من الله. أقول فلماذا عندما يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما نقول نحن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام هم واسطة في خلق الخلق، يقولون بأعلى أصواتهم شرك، شرك، مشرك. عجيب، الملائكة تكون واسطة في الخلق، هذا ليس شركا، كل المسلمين يقولون. رسول الله يكون واسطة في الخلق يصير شركا. عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. كيف ترد على هذا الرجل وكان يتحدث عنك؟ الحقيقة في أمر عجيب جدا، هذا الرجل يؤصل باطلا ثم يبني عليه. يعني هو عندما يتكلم يقول الملائكة خلق الخلق، طيب من أين جاء هذا الكلام؟ أنا منتظر الحقيقة، أنا تجردت فعلا من يعني مما عندي من عقيدة سابقة أو علم أو قراءة سابقة، وأنا قلت يعني قلت سأسمع وأستمع إلى هذا الرجل لعله يأتي بشيء جديد. الرجل بيقول اتفقت كلمة المسلمين جميعا، أين اتفقوا؟ بكل طوائفهم. بكل طوائفهم. ويقول يعني وفي كتب المسلمين جميعا. شوف هو أصلا الحتة دي لما بتعدي على الناس، وبعد كده يقول لك الملائكة يخلقون الخلق، بعد كده يقول لك خلاص الملائكة يخلقون والنبي لا يخلق والأولياء لا يخلقون. طبعا الناس اللي قاعدين يقول لا سبحان الله أنت إنسان على حق. فالإشكالية أنه يضع أصلا باطلا ثم يبني عليه، وده يكفي للرد عليه. هذا الكلام كلام باطل. الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، هو خالق الخلق،
لم يعطي هذا الحق لأحد من عباده أبدا، ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهذا الكلام الذي الدعاء يأتي به، وسبحان الله كل دعوات الشيعة بهذه الطريقة، يقولون لك اتفق الناس، اتفق المسلمون في كتب الناس جميعا. وأنا طبعا بأدعو كل الإخوة يعني المشاهدين أنهم يطلعوا على كلام هؤلاء وعلى فيديوهاتهم المنتشرة من قنواتهم على الإنترنت، ويسمعون لكلامهم. لو أن واحدا يوما ما نسب كلاما صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتحدى، حتى لو قال سندا يعرضه على المتخصصين من أهل العلم. لكن في هذه الدعوة قد امتلأ بالباطل. في هذه الدعوة ألا تخشى من ذهاب إخوتنا من عوام المسلمين لهذه الفيديوهات دون دقل أو دون هي دي الإشكالية. لذلك أنا الحقيقة وأنا أقول هذه الدعوة كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لكن كنت مضطر الحقيقة، لأنني أريد أن أؤصل أصلا أنا أيضا أقول أن كل أصول هؤلاء باطلة، وكل كلامهم باطل، وأنهم يبنون على أكاذيب وعلى افتراءات يؤلفونها ويدعونها. فمن أجل هذا يعني كنت أريد أن أتحدى الجميع وأدعو الناس إلى الاطلاع، لكن يعني كما تفضلت وقلت بهذا القيد على أنك تعلم أنك ذاهب لرجل كاذب يكذب عليك. لكن يعني إن كان الإنسان يعني سيكون ضعيفا كاذب بارع في كذب ولكن الحقيقة والله وإن كان كلمة بارع يعني جزاك الله خيرا، بس محتاجة مراجعة، لأن الكذب بين. ولكن سبحان الله يعني قد تخصصوا في الكذب. إحنا زمان ما كانش يعني وسائل الإعلام لم تكن مكتوبة يعني متوفرة متاحة كما هي متاحة الآن، فكنا الحقيقة نقرأ كلامهم في كتبهم، فكنا لما بنرجع إلى كلامهم المكتوب بنرجع إلى كتب مسندة إسنادا باطلا، زي كتاب بحار الأنوار، زي كتاب الوافي، زي أصول الكافي أو فروع الكافي أو يعني غيره. فكنا لما بنقرأ هذا الكلام كنت أنت بتقول والله ده سند يمتلئ بالأكاذيب وسند يمتلئ بالكذابين، فأنت باعتبارك يعني متخصص أو باحث فبتقول يعني قد ضعفه العلماء واتهموه بالوضع وخلاص بتنتهي القصة. لكن ما كنتش بترى يعني تعبيرات هؤلاء على وجوههم لما الواحد فيهم يتكلم، ما كنتش بترى يرفع من صوتي سبحان الله التعبير بالجسد والله أحيانا يا أستاذ محمد أنا أقول يعني أحيانا وأين أهل السنة من هؤلاء. يعني الواحد فينا لما بيجي يتكلم في موعظة فبتأكد يعني أحيانا الناس بتمل، أنا مش عارف طبعا يعني يمكن تشخيص سبب الملل قوي، لكن دول حتى هم بيتكلموا أنا نفسي ببقى منجذب، إيه الكلام ده؟ ويرفع الصوت ويسكت ويتكلم، الظاهر في مدرسة تدربهم على هذا الكلام. سبحان الله أنا أعتقد فعلا أن وراء هؤلاء يعني مدرسة كبيرة تدربهم على الوصول لأهدافهم، ألا وهي تقويض وهدم هذا الدين العظيم. الحقيقة جاء من كلام هؤلاء في هذا الشأن وفي هذا المضمار، وهو اتخاذ الأولياء واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، روايات عديدة. وأنا لما بتكلم بالروايات بألقي بمثل هذا الكلام في يعني سلة المهملات، لأن ده كلام خلاص يعني ده واحد قاعد حاطط السماعة قدامه وبيعمل تمثيلية. لكن دلوقتي أنا لما بأتكلم بتكلم على علمائهم الكبار الذين يؤصلون لهذا الباطل في كتاب بحار الأنوار للمجلس، الذين يزعمون لتأصيل هذا الباطل أو يؤلفون ويكذبون لتأصيل هذا الباطل. فمثل هذا الكتاب أنت لو قلت لواحد من هؤلاء قلت له يعني ما قولك في المجلسي هذا محمد ابن يعقوب ابن الباقر المجلسي، فيقول لك يعني حجة الإسلام. حجة الإسلام أتى بحوالي 20 رواية كلها تدعو إلى هذا الباطل. من كلامهم أنه خصص لكل دعاء أو لكل حاجة عند البشر إمام، يعني مثلا إمام يدعى في البحر، وإمام يدعى في البر، إمام يدعى لقضاء حوائج الأزواج، وإمام يدعى لقضاء حوائج الأبناء. كلام بالضبط كما كان يفعله المشركون بالضبط، كل إمام إله الرومان قديما في هذا هذا إله كذا وهذا إله كذا وهذا إله كذا، كذلك هذا إمام البحر وهذا إمام البر وهذا إمام كذا. الحقيقة وقفت على دعاء في كتاب عمدة الزائر، وأيضا موجود في كتاب مفاتيح الجنان، يقول أركان البلاد وقضاة الأحكام وأبواب الإيمان منائح العطاء، أبواب الإيمان منائح العطاء، بكم إنفاذ الخير محتوما، فما من شيء إلا وأنتم له السبب، ما من شيء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل،
فلا نجاة ولا مفزع إلا بكم وإليكم. يعني سبحان الله، كلام لو قيل في حق الله تبارك وتعالى، لو قاله إنسان لقيل له إنك أبر إنسان، أبر إنسان، أنت رجل بار، أنت رجل مؤمن. إذن الإمام لديهم يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. العجيب أنه يعني يكتب إليك مما يكتبه، يعني يقول لك من قبيل الاستغاثة والاستعانة بالأئمة، يقول لك اكتب ما تحب واكتب ما تريد، وضع هذا الكتاب أو هذه الرقعة يعني من طقوسهم، يعني يقول لك ضع هذه الرقعة في قطعة من الطين والقها في البحر، إن شاء الله ستصل إلى الإمام بإذن الله وستقضى لك الحاجات. طب واحد قال لك اعمل حاجة تانية، برضو الكلام ده موجود عندهم في كتبهم، يقول لك اعمل حاجة تانية، اكتب رقعتين، واحدة باسم الإمام وواحدة باسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعدين حط الرقعتين في قطعتين من الطين، بتصنع بطريقة معينة، ويعني ألقيهم في البحر إن شاء الله. يعني ما نسميه في مصر بالأعمال، بالأعمال شبيه بذلك، شبيه بذلك. شوف سبحان الله، يعني الباطل تجد أنه له طريقا واحدا. أنت ستجد يعني بعد ذلك إن شاء الله إن كتب لنا العمر والاستمرار، فستجد كلاما بالضبط شبيه بالأعمال والتلاصم والأزلام التي كان يفعلها الكفار. لماذا؟ لأنها أفكار شيطانية واحدة. الحقيقة وأنا كنت بقرأ وأحضر بعض الكلام لهذه الحلقة، فدخل علي يعني بعض الأولاد، فلقيني بقول أننا يعني كتبت الكلام ده عشان لما يجي موعده سأقرأه بالنص. يعني حرطش برطش تغنطيطش، أنا حاولت أحفظ بس ثلاث كلمات لحد ما أجي لحده، حرطش برطش تغنطيطش فرطش وكمل. شوف أنا ناقل الكلام بالصفحة وبالجزء. هذا عربي أم فارسي؟ أنا ناقل، أنا حتى مش عارف. نعم. لكن هو من إيه؟ من قبيل الإيه؟ التلاصم. أنت لما إيه؟ هم يكتبون بيقول لك يعني أنت إيه؟ إذا أردت أن تتقرب إلى، وطبعاً يبدأونها بالسلام عليكم، ويبدأ يقول حرطش برطش تغنطيطش فرطش، ويكمل بقى الكلام وهنبقى نقرأه لما يجي يعني أنا نص واحد بس. فأنا بقى أقول أي إنسان عاقل يسمع الكلام ده، يعني ماذا يصنفه؟ وهذا هو الدين، وهذا هو التقرب لرب العالمين. أنا الحقيقة ابني لما دخل وأنا بقرأ الكلام ده، أنا كنت بحفظه علشان حضرتك لما تسألني فيه أعرف أتكلم. فلما دخل قال لي يا بابا في حاجة، أنت في حاجة؟ قلت له يا والله أنا نايم كويس، بس الكلام ده موجود هو صفحة كذا من كذا في كتاب كذا عند الشيخ، وتلقى مش كتاب واحد، لا ده أنت بتجد كتب مصنفة في هذا الكلام، رواية 2-3-10 في كتاب واحد، وممكن تلقى مجلدات موجودة داخل حرطش فرطش. انت يمكن مش مصدقني، بس انا هبقول لك الجزء والصفحه، واللي مش مصدقني اطلع. اذا معنا فيديو الائمه عند الشيعة لهم نعم. الحق في التشريع، نعم، يحدون ما يريدون ويحرموا ما يريدون. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كذلك امير المؤمنين سلام الله عليه. اولي الامر له حق التشريع، كذلك الإمام الحسن، كذلك الإمام الحسين، كذلك الإمام صالح أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لهم حق التشريع في دين الله. إذا إجاك الإمام سأله يستخبر إيمانه، قال له أنه لو أنا قلت لك هالتفاحة نصفها عليك حرام نصفها حلال ما تصانع؟ قال أقول النصف وأحرم النصف، مو لأن التفاحة أكو في جذور من الأرض من سجين اختلطت فيه، لا، لأن الإمام له هذه المنزلة، منزلة التشريع. فسافر موسى وهاجر في سبيل، أن هذه المنزلة هي ثابتة لرسولنا الأعظم وأوصيائه. إذن استمعنا لهذا المعمم الشيعي دكتور ياسر، هو فسر وأطيع الله والرسول أولي الأمر منكم على أنه ولي الأمر سيدنا علي، فله الحق في التشريع، فله حق التشريع، ربما لم يكمل الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. عندهم ولم تقل نعم. هم عندهم في مذهبهم أمر أشد من ذلك، وهي ولاية الفقيه. وأشد أنا لماذا أقول أشد من ذلك؟ لأن حق التشريع انتقل من الأئمة إلى الفقهاء
في هذه الآونة المعاصرة. المسألة دي اسمها مسألة تاريخية. هم في أول ما تكلموا قالوا للإمام حق التشريع، وطبعا يعني مما ادعوا قالوا إن الله عز وجل خلق محمدا وعليا وفاطمة وأقاموا ألف دهر، ألف سنة، وبعدما أقاموا ألف سنة خلق الله عز وجل لهم الأشياء. كل الكلام ده موجود في كتاب الكافي. وأقال لهم تحلون ما تشاءون وتحرمون ما تشاءون. فهو أعطى في بداية الأمر حق التشريع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بريء من هذا، ولعلي رضي الله عنه وهو بريء من هذا، ولفاطمة رضي الله عنها وهي بريئة من هذا. قال لك أنه دول خلقوا ومكثوا من الدهر ألف سنة، وبعد الألف سنة الله تبارك وتعالى قال خلقت الأشياء من أجلكم وتحلون ما تشاءون وتحرمون ما تشاءون. الحقيقة أنا ما كنتش أحتاج أن لماذا ربط في هذه الآية بين وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وبين التشريع نعم. هو طبعا الحقيقة إيه؟ لأنه لم يجد، يعني أنت تطيع رجل القانون وأنت تسير بسيارتك في الشارع ما دام يلتزم بقانون المرور إذا تعدى هذا الخط الموضوع له لا ليس من حقك أن تفعل كذا. نحن تعودنا الحقيقة أنهم يحملون ألفاظ القرآن ما لا تتحمل، ووجوها لا يقرها لا عقل ولا نقل ولا شرع. فهم لما أتوا بهذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر منكم علماء التفسير، الحقيقة أنا ما كنتش محتاجة أتطرق إليها أو لأن أنا شايف أن هي ليست جديرة، لكن كما تفضلت وطرحتها، وأولي الأمر منكم علماء التفسير يقولون طاعة أولي الأمر هي منوطة وتابعة لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال الله وأطيعوا الله كرر وأطيعوا الرسول، فطاعة الله وطاعة الرسول طاعة مستقلة بذاتها، لأن الرسول لا يتكلم من عند نفسه. فإذا تكلم النبي فهو تشريع، لماذا؟ أوحي إليه به، يعني ليس في الكتاب ولكن في السنة، فأوحي إليه به. لكن جاء عند أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجاءت معطوفة على ما قبلها فهي طاعة تابعة. يبقى ما دام ولي الأمر يطيع فينا الله تبارك وتعالى ولا يأمر الإنسان بمخالفة لربه فهو مطاع، طاعته واجبة. لكن هؤلاء لما بحثوا في هذا الأصل الذي أصلوه ولم يجدوا عليه دليلا كعادتهم في الكذب وفي تحميل الكلام ما لا يتحمل، أتوا بهذه الآية. قال لك خلاص نشوف أي آية تخدم هذه القضية، وبدأوا يعني كما وبتفسيرهم وجبت عليهم طاعة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وبتفسير سيدنا معاوية وسيدنا لكنهم لا يرون أن أبا بكر وأن عمر وأن معاوية أولياء الأمور هم لا يرون ذلك، لأنهم لا يرون أولياء الأمور إلا الأئمة فقط، والأئمة من نسل الحسين وليس أيضا من نسل الحسن فقط. لأن احنا يعني قلنا أن هذه مسألة سياسية، لأن أمه أصلا كانت تقريبا من كانت إيران من إيران. فطبعا الحسين قد تزوج يعني امرأة فارسية وأنجب منها هذه الذرية، فطبعا هي مسألة طبعا سياسية محضة عندهم. فالله تبارك وتعالى لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا عدي بن حاتم، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال قد أحلوا لكم الحرام فأطعتموهم وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم، هذه عبادتكم إياهم. مجرد بس تحليل الحرام وتحريم الحلال دي نوع من أنواع العبادة، فما بالكم بمن أنشأ شرعا جديدا وأحل وحرم في دين الله عز وجل وأوجد فيه ما ليس فيه. طبعا كلام يناقض أصل الدين بالكلية وكلام يناقض المعقول. لذا أنا بأؤكد دائما بعد كل أصل يعني يعرض، أنا بأؤكد دائما أن هذه الأصول ما طرحت إلا لهدم هذا الدين، لهدم دين الإسلام من أجل دين الشيعة الذي يخدم هذه المناحي والأغراض السياسية. هذا الكلام وغيره يعني لو تفضلت وأذنت لي أن أتكلم في مسألة يعني المشاهد والحج إلى المشاهد. المشاهد والحج إلى المشاهد هي من أكبر القضايا. أنا كنت سأخذك إلى هذه النقطة. بما أننا نتحدث عن التوحيد، هل الإسلام يجيز التمسح بالأضرحة؟ لا، الجواب لا. الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في مرض الموت، من حديث عبد الله بن عمر، حديث صحيح. شوف انت تخيل لما سيدنا النبي يتكلم في شيء وهو يموت، يبقى هذا الشيء مهم ولا مش مهم؟ وهو يموت، كأنها الوصية الأخيرة. شوف الإنسان حتى الأب يعني المثل
الأب مثلا لما يأتي يموت ويقول يعني أولاده حواليه، فدايما بيوصي بأهم الأشياء، يوصي هؤلاء الأبناء بأهم الأشياء عنده في أمور الدنيا، وبعد كده ربنا يرزقه يعني قول لا إله إلا الله. هذا يعني الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد وهو في مرض الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يذهب ثم يفيق فيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا. سيدنا عبد الله بن عمر روى الحديث يقول يحذر ما صنعوا. لعن الله النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. شوف يحذر ما صنعوا. سيدنا عبد الله بن عمر يعني يفهمنا وينقل يقول يحذر ما صنعوا. فطبعا هذه القضية في دين الإسلام من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنها مدخل خطير جدا جدا لتقويض وهدم هذا الدين. الشيعة، نعم الشيعة، الشيعة اسمح لنا نذهب إليك بهذا الفيديو، يقولون أن قبر الحسين شفاء من كل داء. نعم. لا روح له الفداء، يكفيك إن تراب قبره يحمل الاسم الأعظم للشفاء، يكفيك هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد، يكفيك. وهذا أيضا من معاني زين الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم. تراب قبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نعم، يحمل اسم الإله الأعظم، وهذا يكفيه. لا، ده في يعني ما هو أشد من ذلك. احنا في حوالي 83 رواية وقفت عليها في كتاب الأنوار، صاحب الأنوار. فال 83 رواية تدل على أن ليست فقط شفاء من كل داء، وأنها تشفي الطفل وتشفي الكبير، وبها تقضى الحاجات، بل يوضع منها من هذا التراب جزء مع الميت في قبره، فإن شاء الله ينجو به من النار. خلاص، لو عمل كل المصائف في الدنيا، لو زنى وسرق وقتل سفك الدماء وفعل ما فعل في دنيا، ثم مات وقد وضع معه في قبره جزء من هذا التراب، خلاص دخل الجنة. ودي روايات يؤكد بعضها بعض، 83 رواية بهذا المعنى. هذا الكلام يدلك على شرك محض، ويدلك على أناس يريدون أن يأخذوا الناس بعيدا عن الدين بالكلية. خلاص، هو كده أباح عليه كل شيء، افعل ما شئت. حسنة من التراب، خلاص، حسنة تكفيك. من التراب تكفيك، صك لدخول الجنة، صك لدخول الجنة، ولن تدخلها إلا أذنت لك فاطمة كما يقولون. سبحان الله، في أحد الروايات التي يعني وددت أن أقف عليها تعجبت كثيرا، يقول لك: ولو ذهبت إلى قبر الحسين وصليت عنده صلاة واحدة، طيب إيه الأجر إن شاء الله؟ قال لك: يكتب لك صلاة واحدة، ولكن يعني هو حددها، قال: صلاة واحدة في غير يوم عيد كتبت لك 20 حجة و20 عمرة مبرورة. طيب، ولو كانت في يوم عيد كتبت لك 100 حجة و100 عمرة مبرورة مقبولة. طيب، ولو كانت في يوم عرفات، قال: كتبت لك 1000 حجة و1000 عمرة مقبولة مبرورة و1000 غزوة مع نبي مرسل. حاجة عجيبة عجيبة. أذهب إلى القبر وأصلي إلى، وهم عندما يقولون يعني للذهاب إلى القبر يقولون لك: وصلاة الركعتين تحية القبر، كما نقول تحية المسجد، تحية القبر لا يشترط فيها استقبال القبلة، بل يشترط فيها استقبال القبر ولو كانت هذه القبلة في الخلف. ما فيش مانع يعني، وكأنه سيسجد للقبر، وهو فعلا يفعل هذا، هو نص على ذلك. قال لك: اسجد للقبر واستقبل القبر ولو كانت القبلة في خلفك. ركعة واحدة من هاتين الركعتين يوم العيد. احنا انا بسأل بس سؤال، يعني لماذا جعلوه يوم العيد افضل من غيره، ولماذا في يوم عرفة افضل من غيره، مع ان حجهم يختلف عن حجنا؟ تماما. اذا هو يريد الا يحج الناس الى بيت الله الحرام. يبقى القضية قضية إيه؟ أنت كل ما تفكر في نسك من الأنساك التي يخترعونها تجد أن هذه الأنساك كلها تؤول إلى شيء واحد، ألا وهو تقويض دين الإسلام لبناء دين الشيعة الذي يخدم دولة الشيعة. دولة الشيعة، دولة الشيعة. تتحدث عن إيران؟ والله وكل يعني أذناب إيران في الدول جميعا، يعني ليست إيران بمفرد، لعل إيران هي المركز الآن، لكن أصبح لها الآن في الفلبين. أسبوع الفات تعرض حتى في الفلبين، قلت يعني الإمام عائد القرنين
شفاه الله وعافاه تعرض لإطلاق نار من الشيعة. أي نعم نعم، قصة مشهورة الحقيقة. إذن في نقطة أخرى، الاستخارة ببساطة لنا الاستخارة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا ويحدثنا إذا هم أحدكم بأمر، علمنا يعني الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. مهمة جدا الاستخارة. ليه؟ لأن الاستخارة وكأنك تركت الأمر لله عز وجل، بعدما أخذنا بكل الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى في القرار وفي دراسة الأمر، لكنك قد علقت النهاية وسلمت الأمر لله تبارك وتعالى، وكأنك تقول بلسان حالك: اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان أن يهم بصلاة ركعتين ثم من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فأنت علام الغيوب. كلام كله توحيد. فأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فأصرفني عنه وأصرفه عني وأقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. الكلام ده طبعا بعد الإنسان ما بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللي هو النصف الثاني من التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد هذا الكلام يقول دعاء الاستخارة وخلاص، وبيتوكل على الله تبارك. طبعا أخذ يعني ليست دروشة، لأن ممكن الناس يقولوا: إيه ده، ما الجماعة دول قاعدين كده بس هيدعوا شوية دعاء ويقعدوا؟ لا، ده الإنسان أخذ بكل الأسباب ووسائل الدراسة المشروعة لدراسة الأمر ولاتخاذ القرار، ثم بعد ذلك بعد كل هذه الأسباب، لأن الأمر معلق بيد الله تبارك وتعالى والنجاح بيد الله تبارك وتعالى، أوكل الأمر لله ثم قال يعني بلسان حاله: اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. الحقيقة يحضرني في هذا الأمر يعني قصة جميلة. أحد الكتاب في مرة كان كتب قال يعني صلاة الاستسقاء ليست هي الحل. طبعا الكاتب أخطأ في العنوان. لماذا؟ لأنه هو طبعا يريد يعني المعنى الذي يريد أن يوصله للناس، يقول خذوا بالأسباب. إحنا الكلام ده كلام جميل جدا، لابد أن نأخذ بالأسباب، والنبي كان يأخذ بالأسباب حتى يظن أنه لا يتوكل على الله، يظن ويتوكل على الله حتى يظن أنه لا يأخذ بالأسباب. فهذا الرجل لما قال صلاة الاستسقاء ليست هي الحل، هو كان يريد أن يوصل إلينا معنى، ألا وهو خذوا بالأسباب أيها المسلمون، لأنه رجل نظن به الخير، وكان الحقيقة المقال ده منشور في جريدة الأهرام. لما تجد لما بعض الناس تطلع على العنوان ممكن يقرأ العنوان وينفر، ما يقرأش اللي تحت الكلام، يقول ده الرجل ده يحارب الشرع، لكن هو كان يريد أن يوصل رسالة لكنه أخطأ في العنوان. إذن شرعنا أننا نأخذ بالأسباب وبالأسباب الشرعية، أسباب دنيوية وهي مشروعة أيضا، ثم أسباب شرعية كلها تؤدي في النهاية إلى اتخاذ القرار. مسألة صلاة الاستخارة بهذه الطريقة لها فقه معين، معلش أنا أسف يعني طولت فيها، لها فقه معين، أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويصلي الاستخارة ويترك نفسه لله عز وجل بعد ذلك. ممكن يبقى ماشي في طريق ثم يتعطل هذا الطريق، أو ماشي في اتجاه اتخاذ قرار معين يتعطل اتخاذ القرار على أمر هو لا يظنه تماما. مثلا قصة حدثت في الحقيقة، واحد كان رايح يتزوج، ودي القصة دي يعني عاصرتها بنفسي، رأيت صاحبها. فكان رايح يتزوج وكان رجل يعني رجل ملتحي وكان يعني متدين، وأخذ بكل الوسائل وسأل على الناس، والناس قالوا كله شكر في الزوجة وفي والد الزوجة وكله، وبعدين استخار الله تبارك وتعالى، قال لك: والله أنا سدر المشرح وتمام التمام، ورايح وقعد مع والد الزوجة وبيتكلم في الاتفاقات. فبيقول له والد الزوجة، بيقول له: طيب يا عمي انت تأمرنا بإيه؟ تحب نجيب إيه؟ يعني إيه مهر وإيه شبكة؟ قام والد الزوجة قال له: بقى بص يا ابني، احنا كده هنتكلم بقى في المهم، اركن لحيتي ولحيتك دي على جنب دلوقتي. ده النص اللي قاله له: اركن لحيتي ولحيتك دي على جنب دلوقتي. فطبعا اول ما قال له كده، فقام هذا الزوج او هذا الشاب وكان فطنا متدينا نحسبه والله حسيبه، قال له: والله يا عمي انا مش جاي لك الا علشان لحيتي ولحيتك، فلو هنركنهم على جنب دلوقتي يبقى بلاش احسن. وراح قايم من مكانه وانتهى اللقاء وانتهت القصه. انا بقول نعم، انا بقول ان هذا هو فقه الاستخاره.
شوف الاستخارة التي استخارها هذا الشاب، مش قضية زي ما يظن بعض الناس ان هو يبقى يفضل ماشي في السكة كده وحاجات عمالة تتيسر، مش دي بس، ومش قضية ان هو يشوف رؤية، ومش قضية ان قلبه يرتاح، كل الحاجات دي ممكن تحدث ثم يعطل الله تبارك وتعالى الأمر في النهاية على أمر ما، فلا يتم ولا يحدث. هو ده فقه الاستخارة. في الاستخارة عندنا الاستخارة المشروعة. نعم. المشروعة. اسمح لي نرى أحد المعممين. نعم. ذكر طريقة جديدة للاستخارة عند نعم. الشيعة. نتابع. السلام عليكم، من أين أنتم؟ منطقة شرقية. تفضل. وحدة ببخشين حتی با احسای سعودی چاره نه مولا لیس به مصلحت کن و هادا خلاف وضع حکم العادی به وضع حکم العادی احسن من هادا. الاستخارة عبر موجات او عبر الهاتف المحمول. نعم. التكنولوجيا في كل شيء عند الشيعة. نعم. حتى في الاستخارة. نعم. الرجل يتلقى المكالمة التليفونية ثم يقول للرجل هاتني بالمصحف بين يديك، وضع قلما. نعم. بالمصادفة فإن جاء على آية من آيات الجنة يقول له توكل على الله فأنت على طريق الخير. نعم. وإن جاء على آية من آيات النار فيقول له ابتعد عن هذا الأمر. نعم. هي طبعا نفس المسألة شبيهة بالأزلام التي كان يفعلها المشركون في الجاهلية، أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام. الأزلام كان الواحد فيهم بيأتي بإناء وبعدين يأتي بسهم مكتوب عليه افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، وبعدين يضع هذا السهم في هذا الإناء وبعدين يخرج سهما، عصاية، أي شيء مكتوب عليه، ورقة زي القرعة، ويروح مطلعها من الإناء كده وبعدين يبص يفتحها افعل. خلاص، إن وجد هذا يتوكل على إلهه ويفعل. ده كده الكلام ده كان في الجاهلية، وهو الاستقسام بالأزلام. هو نفس الكلام عند الشيعة، ولكنهم طوروه بما يناسب عقول الناس في هذه الآونة. ولو فعل هذا الكلام يمكن حد يقول له ازاي وانت عندك قرآن وسنة مثلا، فهو قال لك لا احنا نفتح آيات المصحف. والحقيقة انا بأنبه على هذا الأمر، لان في بعض المحبين يعني في هذه الأزمنة او في هذه الآونة قد يفعل هذا، يقول لك والله ده كتاب الله، انا ما خرجتش عن كتاب الله عز وجل وانا مؤمن بالله تبارك وتعالى. بنقول هذا الكلام غير مشروع. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا امرا في الدين الا علمنا اياه. وام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي فهو مردود. والحقيقه لنا هنا وقفه ايضا، الا وهي بعض الناس يقولون لكن الاصل الحل، الأصل الحل، ما لم يرد نص بالتحريم، ما لم يرد نص بالتحريم، أنت ليه بتمنعنا؟ ده بيكون إنسان مثقف وهو محب للدين. لكن لا، إحنا بنقول بنفرق ما بين العبادات والمعاملات. الأصل في العبادات المنع، غير المعاملات. الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المطعومات والمأكولات والمشروبات يعني الحل. عفوا، هذه نقطة مرة ثانية بدو. نعم. الأصل في الأشياء الإباحة اللي لم يرد نص بالتحريم. أي نعم. تقول نعم. الأصل في العبادات المنع. 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 العبادات غير الأشياء اللي هي المطعومات والمشروبات والمعاملات. بمعنى أن حضرتك الإخوة هنا في القناة قدمونا هذا المشروب، أنا ما أعرفش المشروب ده إيه. ينسون. ده ينسون المرة ده، نخبي الورقة بتاعته. لكن لو إحنا مش عارفين المشروب ده إيه، أنا هشرب وهتوكل على الله. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم براءة الذمة. هو مش هيقدم لي خمرة. ليه؟ لأن هو مسلم، الأصل فيه براءة الذمة عندي. فاتبعت هذا الأصل وسرت وراءه إلى أصل آخر، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء المطعومات المأكولات المشروبات المعاملات، المعاملات التي لم يرد فيها نص شرعي، فالأصل فيها الإباحة. فخلاص، المعاملات كالربا مثلا بها نصوص شرعية، فيها نصوص شرعية. فيها نصوص شرعية. التي لم يرد فيها نص، الأصل فيها الحل، فسأسير على هذا الأصل الذي هو حل. طيب، لكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء. لكن الأصل في العبادات المنع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لا صلاة إلا بدليل، لا عبادة إلا بدليل. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة من عمل عملا، وده الدليل الأشد في المسألة دي، مسألة الاتباع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. لذا وضع العلماء لكن عفوا في هذه النقطة، ربما أحد مشاهدينا يقول نعم. من استنى سنة حسنة
من سن سنة حسنة. نعم. من سن سنة حسنة أي من ما هو الفرق بين السنة الحسنة وهذا الرد الذي تحدث عنه وهذا الابتداع؟ أي نعم. ومن سن سنة حسنة للعلماء فيها توجيه. من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة كانت موجودة سنها أي أحياها مرة أخرى. من سن سنة حسنة لها أصل مشروع في الدين كانت موجودة. والعلماء يفرقون الحقيقة بين السنة المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، كما قال البدعة من حيث المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه. سيدنا عمر قال الكلام ده لواحد كان قد أحيا سنة قديمة موجودة، فلما ماتت وأحياها الرجل مرة أخرى، أو أمر له أصل في الدين مشروع، فلما أحياه الرجل مرة أخرى أو ذكر به المسلمين فسيدنا عمر مدحه، ولكن مدحه فقال نعمة البدعة هذه، أي بدعة من حيث اللغة، أنها أول مرة تصنع من حيث اللغة. سن سنة أي أحيا سنة كانت موجودة، أو أحيا أمرا في الدين يستند إلى أصل مشروع في الدين، لكنه اخترع أمرا جديدا في الدين فهو مردود يعني عليه. مثلا صلاة التراويح في شهر رمضان ونحن مقيمين عليه خير. بإذن الله. أحسن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وكان صلاها. سيدنا أبو بكر يصليها بهذه الكيفية؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، صلاها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وخرج وراءه المسلمون في حديث صحيح أو في صحيح مسلم، فلما خرج المسلمون وراءه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن حتى لا تقر كفرض. أي نعم، حتى لا تفرض على المسلمين، فلأن التشريع كان ينزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تفرض، فحتى لا تفرض على المسلمين فامتنع النبي، وحتى يعني خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين ألا يطيقون هذا التشريع فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لها أصل مشروع، ألا وهي أن النبي قد صلاها فعلا يعني أياما معدودة، فإذا عدنا إلى هذا الأصل وصلاها المسلمون بعدما أمنا أن هذه الصلاة لن تفرض على المسلمين، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خرج المسلمون وصلوها كما صلوها وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة البدعة، وهذه هي أحياء السنة التي يقصد بها في الحديث من سن سنة حسنة فله أجر هذه السنة وأجر من عمل بها يعني دون أن ينقص. لكن أن تفتح يعني كثيرا من الناس جديدة للاختراع، كثيرا من الناس نعم. من أهلنا ومن أصدقائنا ومن نعم. نعرف من المسلمين نعم. الملتزمين نعم. يفتح المصحف وينظر في على أول آية نعم. تأتي تحت عينيه نعم. ويتفائل بهذا جاءت مثلا في خير أو نعم. في جنة نعم. هذا خطأ شرعي، هذه هي البدع بعينها، هذا ممنوع شرعا، يعني لا أقول يعني غير مشروع، لأن يعني بعض الناس يقول غير مشروع يبقى سهلة، لا هي غير مشروع فهو ممنوع، المراد به أنه ممنوع وهي بدعة. لماذا؟ لأن المصحف كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الاستخارة، فلو بدل هذا الأمر وبدل هذا التعليم وبدلت هذه الشريعة وهذه السنة النبوية اللي هي الاستخارة كما علمنا إياها رسول الله بهذه الطريقة التي يفتح بها المسلمون المصحف، إذا لاخترعت طريقة جديدة تضاهي الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت بدعة ممنوعة محرمة يضاهى بها الاستخارة المشروعة. يبقى هذا الكلام أمر محرم، وإن كان صاحبه يعني أهل خير وأهل دين ومحب للدين ومحب للقرآن، لكنه اخترع طريقة جديدة لم يأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم، مع أن المصحف كان موجود. يعني ربما يقول البعض أيضا نعم. من مشاهدينا الفضلاء نعم. جربتها أكثر من مرة و كانت صادقة معي، ولعل هذا نوع من أنواع يعني إيه والتفاؤل كله في سبيل التفاؤل، هذا يعني من أنواع الاستدراج، وارد قد يكون أقول يعني يعني استغفر الله يعني سامحني من يعني وضع هذا الدليل في هذا الموضع، هل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الإنسان أحيانا قد يعني يسير في طريق فمن قبيل يعني طالما أنه اختار هذا الطريق من الأول وهو يعلم أنه طريق غير مشروع من الأول، أقول يعني إذا اختار هذا الطريق إن كان يعلم إن كان يعلم، لكن إن كان لا يعلم ووافقت يعني خيرا فلعل هذا نوع من أنواع التفاؤل النفسي، ما هي 50% خير و 50% شر، فلاقت خيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذه الشهادة هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ياسر مرزوق أستاذ العقيدة والحديث، شرفتنا في هذه الحلقة، الله يكرمك، شكرا جزيلا لك، جزاكم الله خيرا. إذا ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي فريق عملها، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.